أنا مش سمعته صار بباب الحارة أكيد. ولا تهكل هم أبو حاتي، حاسب الحساب. سيدي رجال أبو المال وجماعته دخلوا حارة الضبعة. ضربوا؟ لسه سيدي. اتركوا على راحتهم، يصطفلوا يتكامشوا ويتضاربوا ويتدابحوا مثل ما بدهم يسووا. بس هيك سيدي يمكن يروحوا بعضهم البعض. لك أحسن يا نوري، أحسن بكتير. أبو مال جاي يزلكم واحد واحد. لكن اللي بيزلنا لسه أمه ما ولدته شو قدامكم؟ أبو النار طب رجالك واخذ الشيطان وطلع من الحارة ولا تشعلها. ولك أنا جاي حاسب الكبير فيكم وهد الحارة فوق راسه. وينو هذا اللي عامل حاله رجال؟ وينو؟ شالك الكبير يا صغير، شو بدك ولك؟ لك ولا بنص عينك، واللي بيجيب معدلي بده يحفر قبره بيده هو واللي بيحامله. واللي بيحامل الندل بيكون ندل أكتر منه. إذا كانت فوتك على حارتي بكيفك، طلعتك من حارتي رح تكون بكيفي. ورجيني مراجلك لشوف. قرب ولك. يلا يا رجال. وايديتك ودرمي من هون احسن ما كمل عليك يا مولاك. دخيلكم يا جيري، دخيلكم حدا يطمني على اولادي. يلي بده يتحدى هي الحارة من هدى، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى. خالي أبو شهاب استحكموا لأبو النار، ولو بده يشخطه كان شخطه، بس هو مو حاطه بباله. إن شاء الله تنكسر إيديهم يا حق. يخرب بيتهم على هالقلب القاسي، إيه والله لو كان عدوًا ما بيساوي فيه هيك. ولك على مهلك، لقوي لقوي. على مهلك يا أبي، على مهلك. ما يخرب بيتك يا أبو غالي، يخرب بيتك بس الندل بدل ندل. أخ 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 يا على أهمتي، إن شاء الله. إن شاء الله بتنكسر إيديهم ورجليهم. ايش وكافر واقع بين ايديهم؟ شركت لك ثلاثه مرجال ابو النار، لو تشوفي شلون زبت لك فيهم عجن ودبك عجن ودبك يا مو. ايه وشلون ضربوك؟ غدر غدر شوي شوي يا مو شوي شوي. ايه تقبرني. هلا كل هالمشكله من تحت راس ابو غالي بالزفت. يا الله لا يوفقه، رمى العرب عربين وهرب. اي بعت له حمى الهي، ان شاء الله ما بيروح الا فعس تحت الرجلين. يا خليهم يتربوا ويعرفوا مين نحن ومين هن رجال ابو شهاب. يا حاجة لسه كل واحد دافش لريشه مثل ديك الحباش وما حدا قده. أخي يا ضخي كاتروا علي يا الله لا يوفقوا. أخي يا راسي الله لا يوفقكم يا رب. قوم شو يا رجيلة، قوم. أمرك عقيد. لك ما حدا منكم قدر يستعمل أبو شهاب. لك تفوه عليكم من الرجال، تفوه عليكم.